تطورات خطيرة حدثت في السودان. شوفوا يا جماعة، هذا الكلام قلته على الشاشة وقلته على قناة اليوتيوب عندي، إنه أما جه محمد بن زايد يزور مصر، أول ما بتحصل الزيارة دي ويحصل هذا اللقاء أتحسس مسدسي، يعني يا رب استر. واضح جدا انه بعد الزيارة حدث تحول خطير جدا في هذا الأمر. الأسئلة هنا تكمن في عدة أسئلة. احنا امبارح سألنا سؤال بتاع، لا ما سألناش امبارح، ما خدناش الحكاية دي امبارح، لكن خليني أسأل معاكم عدة أسئلة. من ساعة ما حميدتي كان الدعاء بتشتغل، يعني من ساعة ما حميدتي طلع يوم الخميس واتهم مصر بشكل مباشر بأنها بتضرب السودان. الأول قبل ما أقول لكم اللي حصل امبارح، لأنه متغير خطير جدا وعندنا مشكلة كبيرة جدا، ورطة كبيرة جدا، لكن لازم تبقى باصص على الصورة. هو إيه اللي اتغير؟ ليه حميدتي طلع هاجم مصر بشكل مباشر، وبعدها طلع البيان اللي أنا هستعرض جزء منه دلوقتي طلع امبارح بالليل؟ ليه؟ إيه اللي اتغير يعني؟ هتقول لي اللي اتغير ان الطيران المصري بيضرب. ما هو بيتقال من اول لحظه ان الطيران المجهول بيضرب، وحميدتي قال كده اكتر من مره، قال انه الطيران المجهول بيتم استخدامه. ليه بقى المره دي؟ هتقول لي عشان الجيش السوداني بدا يحقق انتصارات. طيب، وبعد ما الجيش السوداني بدا يحقق انتصارات، لماذا الهجوم على مصر؟ هو حميدتي لما طلع في البيان بتاعه ده طلع منين؟ طلع منين؟ من السودان؟ تأكيد لا، طلع من الإمارات. طب هل يجرؤ حميدتي إنه الوكيل الحصري بتاعه، الكفيل بتاعه، يقول حاجة دون الرجوع إليه؟ بالتأكيد لا. وقلت كده، قلت لكم المثال، قلت لكم إن أحمد شفيق رئيس وزراء مصر والمرشح الرئاسي اللي كان ضد مرسي وكان ممكن يبقى رئيس جمهورية مصر العربية، لما كان ضيف عند الإماراتيين، وهذه سبة لا يمحوها التاريخ، العرب معروفين بفكرة إيه؟ الإجارة. والقرآن أكد على هذا المعنى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فكان العرب من أيام الجاهلية إذا استجار بهم أحد كان يعني يبذلوا في سبيل الإجارة دي الدم، وكلهم مبسوطين. يعني مش يقول لك ده ضيف شؤم اللي جه وجاب وراه ناس جيوش تهاجمنا، لا. لكن الاماراتيين لما شفيق اعلن بس ترشحه، ما ارتكبش جريمه، اعلن انه يترشح ضد السيسي، حطوه في الطياره وبعتوه في شوال الى مصر. فبالتالي لا يمكن ابدا ان حميدتي ياخد اي خطوه دون الرجوع للكفيل، والا هتلاقي حميدتي ده متقطع. طيب هنا يطرح السؤال، لماذا الإمارات تسمح الآن بمهاجمة مصر؟ ومصر عندها مشاكل كتيرة، صح؟ احنا معترفين مصر عندها مشاكل كتيرة، عندها الحدود الشرقية بتاعتها ملتهبة، والصهاينة محتلين محور فيلادلفيا، وعندها القرن الأفريقي ملتهب، والأثيوبيين بيهددوا بحرب وبيهددوا بالتعطيش، ومنت في اللحظة دي تشعل الجنوب. وهنا تحولت الحكاية من مجرد مناوشة سياسية إلى إعلان حرب. يا جماعة، حميدتي أعلن الحرب رسميا، وهذا ما حدث. البيان اللي اتقال بقى امبارح مع الإجراءات اللي هنعرضها دلوقتي إعلان حرب، حرب حقيقية. فالبيان طلع بالأمس يا سيدي، وتكلم على أشياء كثيرة، منها الدور اللي بتلعبه مصر في الحرب دي، وبيتكلم اهو: ظلت قوات الدعم السريع تحفظا على الموقف المصري، بس اهدى عليا بس في الحركه، انه حرصا منا على خصوصيه العلاقه بين الشعبين وكده، وانها الكلام بقى اللي هو ايه بيستجلب به العالم، انه الاسلاميين موجودين في السودان عشان يحولوها الى مأوى للارهاب، والكلام ده كله عشان ايه يقول للعالم. اصل انت التهمه اللي بتجيب بيها الزباين، عارف انت لما بتقف في الشارع كده في السوق وتقول باتنين ونص باتنين ونص، الناس تجي لك، هي دي. الحق ده في اسلاميين، تعالوا حاربوا الاسلاميين. بس هي القصه كلها اتبنت على كده.
فهو بيقول هنا البيان انه ده الاسلاميين هم اللي بيعملوا كده. ومصر بقى، مصر اللي قامت الانقلاب كله على محاربه الاسلاميين بتأوي الاسلاميين السودانيين، سبحان الله ما علينا. وبيقول لك ان مصر لم تشارك في محادثه الاتفاق، بيان كله مخصوص عن مصر، البيان كله كامل عن مصر. كمل يا كمل يا شباب. لم تشارك مصر في محادثات الاتفاق والكلام ده كله، جيش لا لا لا. ماشي ماشي، كل ده بيستعرض موقف مصر انها مش محايده من الاول. بص استنى استنى، انزل انزل بقى، بص لا لا لا، قبل الحمرة دي، لا لا انزل انزل انزل، لا انزل ارجع لي فوق 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 عشان بس عشان الفوق بقى، الحته دي بقى المهمه جدا اللي هي بتكشف الدور الاماراتي، اللي بيكشف الدور الاماراتي. اي حذرنا من قبل الجانب المصري اكتر من مره بالكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانيه واتخاذ مبدا الحياد تجاه الازمه، كذلك تدخل بعض الاشقاء. بس استنى، هي دي بقى، تدخل بعض الاشقاء من اجل حض الجانب المصري لوقف التدخل. مين الاشقاء اللي حضوا مصر؟ اهو بيان، اهو بيان رسمي على الشاشه اهو للي ما بيعرفش يقرا. مين الاشقاء اللي تدخلوا عشان يغيروا الموقف المصري؟ اهو، كذلك تدخل بعض الاشقاء من اجل حض الجانب المصري لوقف التدخل. كلام يعني مش محتاج ب3 جنيه ب3 تعريفة توضيح. بعض الأشقاء تدخلوا عند مصر، ها، بعض الأشقاء تدخلوا عند مصر عشان تغير موقفها. وش اهو يا معلم. فلما مصر ما غيرتش موقفها، بص بقى اللي حصل ايه. ده كلام اهو، ان الإمارات ابن زايد جه في الزيارة الأخيرة عشان مصر تغير موقفها، لما ما غيرتش موقفها، تعالى بقى نتكلم على ايه؟ الأسرى. خش يا سيدي. ولم يكن خافيا أسر قواتنا ضباط وجنود مصريين في قاعدة مروة اللي هي الحاجة القديمة، وبعدين سلموهم. وبيقولك ان مصر عملت مذبحة في معسكر كرري وقتلت 4000 جند عزل. ازاي جنود عزل يعني؟ ازاي جنود وهم عزل؟ كانوا يتأهبوا، كانوا رايحين السعودية في المشاركة في عاصفة الحزم. يا راجل يعني انت عندك عركة مع برهان في السودان. بص الكلام العبيط اللي هو عايز، يعني انت عندك عركه مع برهان وبتاخد 4000 جندي توديهم السعوديه؟ ماشي ما علينا. ولم يتوقف كذا كذا كذا. اهي بقى الحته الجديده دي، اهي اللي كنت المفروض تعلموا عليها بالاحمر دي يا جماعه، اللي هي فقد ضبطت قواتنا مرتزقه مصريون شاركوا الى جانب الجيش في الحرب الحاليه وهم اسرى الان لدى قواتنا. وهم اسرى الان كما لدى قواتنا. اذا هذا بيان، ده غير بقى انه بيتكلم بقى على ايه، ان مصر جابت طياره K8 واديتها الكلام ده كله، ده معلومات بقى. الحقيقه يعني الحقيقه ان انا المفروض اطلع كنظام اقول ايوه انا عملت كده، لكن احنا عندنا دلوقتي في هذا البيان الطويل العريض اللي كله شاب يعني مخصوص لمصر حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه زي ما قلت لكم، الاعتراف بدور الامارات في هذه المعركة القذرة لتدمير السودان، والحاجة التانية انه بيقول يا جماعة ان احنا عندنا اسرى مصريين وسماهم مرتزقة. يعني بغض النظر انه الكل بيتكلم بيقول لك ولاد فوزية على الجيش المصري يعني، وبيسموهم دلوقتي مرتزقة. الجنود المصريين بيسموهم مرتزقة. طبعا ده رد على بيان وزارة الخارجية اللي قالت فيه انه دي ميليشيات للدعم السريع. البيان ده طلع امبارح، انا كنت سهران، بيان طلع بالليل على الساعه 1 بالليل او حاجه زي كده، بعد كلمه حميدت اللي فاتت اللي هو طلع اتهم مصر. طلع بيان الداخليه، بيان وزاره الخارجيه بعد اقل من نص ساعه او ساعه بالكثير من انتهاء الايه، من انتهاء الخطاب. لحد دلوقتي داخلين على قربنا من 24 ساعه اهو، ولم يصدر اي تعليق من مصر. يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا، يا سيادة المتحدث العسكري، يا سيادة وزير وزارة الخارجية، يا سيادة أي حد، الأخ ده بتاع الميليشيات، الأخ ده بتاع الميليشيات بيقول إنه عنده أسرى مصريين. إلى من؟ إلى من؟ معلش سري الأخ سري، اطلعوا ردوا، عندنا ولا ما عندناش؟ في ولا ما فيش؟ الصمت ده اعتراف من وجهة نظري.
عشان بس تبقى الامور واضحه، هذا الصمت، هذا السكوت، هذا بيان رسمي طالع من على موقع الدعم السريع، ده بيان رسمي بيقول ان عندهم اسرى منكم من الجيش المصري. لو سمحتوا اطلعوا كلمونا، عندهم ولا ما عندهمش؟ ده رقم واحد. ولما يبقى عندهم هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ انا قلت لكم الكلام ده من ساعه الجنود بتاعت مروي، قاعده مروي دي. قلت لكم لا يمكن ابدا حميدتي يسلمهم كلهم. ده دول الحمايه بتوعه. فالحركه بتاعت تسليم الجنود واللي عملوها اللي عملها السيسي والنظام والله زمان وعملوا الافراح دي على تسليم بعض الجنود وليس كلهم. ده حل وسط، طب نسلم شويه عشان ايه الراي العام الداخلي في مصر يقول لك الله، طب وفين؟ لكن خلي معاك شويه تطلعهم وقت الزنقه. ده على ما ده ما اعتقده، دي مش معلومه. هذا ما اعتقده، انه لسه عندهم جنود من ساعه قاعده مروه. وطبعا النظام مش هيطلع يقدر يقول كده دلوقتي لانه هيثبت ان هو كذاب. ما هو النظام دلوقتي لو طلع قال انا ما عنديش اسرى هيحصل ايه؟ قوات الدعم السريع هتعمل زي ما حماس بتعمل وتسجل فيديوهات للاسرى دول، ويطلع الفيديو بتاريخ بكره مثلا 13/10 يطلع الجندي او الضابط يقول لك انا فلان الفلاني من الجيش المصري بتاريخ كذا كذا، يبقى ايه؟ لبسهم في الحيط وبرهم انهم عريانين. لو طلع بيان وزاره، انا بقول لك الحل الورطه اللي هم فيها دلوقتي اللي بسبب كذبهم. ده مش شماته، ده بالعكس، ده انا واقف تماما مع الجيش المصري وعايزه يضرب. ده مش وقت الشماته خالص، لكن انا بقول لك بسبب سوء تصرفكم وبسبب كذبكم. فهو دلوقتي لو طلعوا نفوا ان مفيش اسرى عندهم قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع هتطلع فيديوهات، هم عارفين ان في اسرى. يبقى اتفضحوا. طب لو طلعوا قالوا ان الاسرى دول ما اتاخدوش في معارك، دول من ايام قاعده مروه. طب انتوا قلتوا وعملتوا افراح وشيرين غنت ومش عارف ونسرين رقصت والناس دي كلها عملت كده، عملتوا الحكايه دي زمان وقلتوا انكم رجعتوا الاسرى والعيال اللي مسرحينهم على اليوتيوب المعرضين الكبار والصغار دول قالوا ان احنا رجعنا الاسرى، يبقى انت كنتوا بتضحكوا علينا؟ عشان كده بقول لك بيان رسمي ولا حد بيرد. مش القصه بقى قصه البيان بقى. القصه كلها قصه انه بدات الحكايه تشتغل. انا طبعا انتوا عارفين انه السوشيال بتتبنى على الاحداثيات، يعني انت لو دخلت مثلا اتفرجت على فيديو ديني مثلا تلاقي كل الفيديوهات اللي بتطلع لك دين وقران، لو اتفرجت على كوره وهكذا، انتوا عارفين طبعا الاحداثيات. فانا دخلت على اكس على تويتر اتفرجت على محمد حمدان دجلو في الكلمه بتاعته، وطلع لي بعدها فيديو تاني لواحد سوداني اتفرجت عليه، بس ده اللي عملته. بقى التايم لاين عندي كله على الاكس، ها، كله سودانيين، كله سودانيين. فتحولت بقى وبدات الحقيقه اصاب بصدمه، لاني ما شفتش، ما كنتش متخيل اني ارى حجم الكراهيه بهذا الشكل تجاه مصر عند كثير من السودانيين اللي هم طبعا مؤيدي هذه الحركه، اللي هم مؤيدي هذه الحركة. واحد منهم اسمه أبو شتال. أبو شتال ده لطيف جدا. ده بيسمي نفسه اللواء. اه والله لواء يا عم عادي. ما هم دلوقتي ما بيقولوش على حمدان دجلو فريق. ما هو البرهان اسمه فريق، صح؟ فريق برهان. فريق أول عبد الفتاح البرهان. فقال لك لا، فريق إيه؟ إحنا بتاعنا ده بقى مشير، بقى تاجر الإبل، والله ما بيسموه كده دلوقتي، ما بيسموش الفريق حمدان. اللي هي الرتبة اللي خدها والله العظيم. زي اللواء عبد العاطي بتاعتك، عبد العاطي كفته. يلا عليه من الله ما يستحق. فبقى بقى حميدتي بقى مشير، فده مش مشكله انه يطلع لواء، ده سياده اللواء ده. اللي هتشوفوه ده لواء، ده مش تنمر على فكره، نحن لا نتنمر على لون ولا على بشره ولا على بتاع، بس فكره العبط يعني اللي هي ايه؟ يلا يلا انت بقى سياده اللواء ده. على كده لو انا في الحرب دي كان زماني بقيت مشير اول، عشان اعلى رتبه في العسكريه المشير. لا انا هحط بقى مشير اول يا عم، ايه رايك؟ شوف بقى سياده اللواء ده اللي اسمه ابو شتال بيتكلم ازاي على مصر. انتهى الان، ودي بدايه الحرب. هي بدايه الحرب بعد تمادي الطيران المصري في ضرب قرى ومدن وحواري السودان. الان تاني ما في حياة،
ضعين، ذالينجة، نيالة، الفاشر، سنجة، كركوج، الحيصة، حيصة، أحياء الخرطوم أس جنرال، كل مدن وفرقان سودان الطيران المصري بيطرح فيها عدا شمال النيلي. احنا موجودين زي ما قال الغايد، موجودين في حجر العسل، موجودين في حجر الطير، موجودين قريبين لحوشب النقا، موجودين قريبين للمعاقيل في نهر النيل، لكن الطيران ما بيضرب حتى في طيب الاخ ابو شتال بقى يعني ايه تحول من مجرد الشتيمه الى مجرد الافعال، هنا يصدر قرارا بالحرب الاقتصاديه على مصر. نشوف وبعد كده نشوف الكلام ده بقى كلام ولا تحول الى فعل. نحن الان بنتكلم، اي تاجر موجود الان داخل الاراضي التي يسيطر عليها الدعم السريع، لو شلت فنجان بتاع سمق عربي او فول سوداني او بحيمه عاوز تصدرها لمصر هتعاقب ابشع اسوأ العقوبات واردع العقوبات. كل مواردنا يجب ان تمشي لكل دول الجوار عدا مصر، واي تاجر الان، اي تاجر واي شاحن الان هي متوجهه للدبه ولمصر يجب ان يتعاملوا مع تعامل عدو صريح، عدو صريح. اي تصدير لمصر بمثابه عماله وعداوه للثوره بتاعت الهامش، ثوره 50. اذا نحن الان فروم ناو بنعتبر انه مصر دوله عدوه. هي سبت يعني انت سيبك من فروم ناو دي عشان بس دي برضو ايه انجليزي، ده مرسي، ده فروم ناو، ده سياده اللواء. مصر دوله عدوه. انا الحقيقه مستغرب من تعاطي الدوله المصريه والاعلام المصري. هو في واحد بيتعامل معاك على انك في حرب وعدو، وفعلا بالفعل بدا في تنفيذ هذا، بدا في منع الشاحنات انها توصل لمصر، بغض النظر ان مصر المساله دي طبعا هتكون ليها تاثير على بعض القطاعات زي قطاعات اللحوم، لانه هيمنع البهيمه اللي هو يعني عفوا هو عزكم الله وقال البهيمه، وده لفظ مش شتيمه ولا حاجه، بس يعني احنا بنختار الالفاظ التي تناسب مسامع الناس. الحيوانات يعني عزكم الله القابله للذبح يعني كلها هتتمنع من السودان تروح لمصر، ده بالتاكيد هيكون له تاثيره على سعر اللحوم في مصر الفتره دي. لكن لازم تقف كل مصر امام هذه الجمله، ده قيادي في الدعم السريع، ده سياده اللواء ابو شتال. وهسمعكم لسه بقيه الناس، بس انت بتتكلم الجمله دي اللي هو مصر الان دوله عدوه والعدو بيحارب، إذن فقد بدأت الحرب. أول خطوات الحرب هي الحرب الاقتصادية وليست آخرها يا أستاذ. قبل كده أنا حذرت، هما في حالة زي ما الواد اللي هنعرض له فيديو دلوقتي قال لك يعني خلاص مفيش حاجة نخاف عليها بعد كده، هما في حالة تسمح إنهم يعملوا أي حاجة. فأنت لو طولت الحالة دي بسبب إيدك المرتعشة ها وبسبب انه يقال عنك هتكون انت اول الخاسرين. هذه لحظه قطع راس الافعى. هذه لحظه قطع راس اللي بيقول لك العدو ده لازم يكون لازم تجيبه لو انت بقى يعني دوله صحيح تجيبه في شوال بكره وتحطه في مصر. يعني ده الفهم. سيبك بقى من فكره طبعا اخواننا السودانيين على راسنا. السودانيين موجودين في مصر اوعى حد يزعلهم، دول ما لهمش علاقه بالسودانيين، دول بعض الذين بقول لك جه من الشارع بقى سياده اللواء، جه من تاجر الابل بقى سياده المشير. دول الناس اللي هم بيعملوا اجندات لخدمه مصالحهم، مش الشعب السوداني، الشعب السوداني ده نحطه جوه عينينا. لكن الحاجات اللي زي كده انا لو بدير دوله في دوله ده لازم يكلف بعمليه تجيبه صاحي كده. ويوضع يعني حيث تشاهده الناس عشان يعرف المسألة دي. وبالفعل قامت قوات الدعم السريع بتنفيذ هذه التعليمات وقامت بإيقاف حركة التجارة اللي رايحة مصر. اتفرج على الفيديو ده. الحقيقة يا معلم رايكم شنو؟ الله بس ذيل أم اللعابة ودي فيني وياه يجي فيني وياه ودي فيني وياه طلع فيني وياه. أي والله الله يكون في العون بس. أما دعواتكم والله دعواتكم. بلد خلاص ماشية في هاوية في هاوية هاوية. أنا في الحديد. رجعونا ثاني والله. لا نرجعون. لا يكون في العيون بس. ربنا يسيح بالطريق.
يصلح حال البلاد يا اخي. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. يا شباب نعاود نجيكم الربيع الحديد. شايفين البشريه دي؟ البشريه دي امي زايد على البهايم دقيق. حديد 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 صح. حديد مبالغ مبالغ مبالغ. عربات هذول اللي ذريهم بشريه صعبه، هذول ما شينا الا اخر معارك. الله يقوم بالعوم.